في هذا الشهر المبارك وفي هذا الجو الهار حيث الناس صائمين، القوات العراقية تمنع دخول الوقود إلى مخيم ليبرتي، حيث أعلنت الحكومة العراقية التعطيل الرسمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وهنا كل منظومة المخيم تشتغل بالكهرباء، ونحن مقطوعين الكهرباء وطنية ونستخدم المولدات، وراح تعطل كل الأجهزة. ونحن نعتبر هذه جريمة ضد إنسانية مطلوب من جانب السفارة الإيرانية، ونطالب الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بتدخل سريع في هذا الصدد. بأمر من صالح فياض رئيس الأمن القومي في العراق، القوات العراقية تمنع الدخول جميع السيارات الخدمية ومنها شاحنات المواد الغذائية والوقود والصهاريج الصرف الصحي إلى مخيم في حرارة 50 درجة مئوية في شهر رمضان. نحن مسلمون، نحن صائمون، ما هذا الظلم؟ من هو مسؤول؟ نحن نعيش الآن في المخيم على وشك كارثة وأزمة إنسانية، لأن البنية التحتية في المخيم ومنها منظومات الماء والتبريد والمطبخ والصرف الصحي كلها تعمل بالكهرباء المولدة من المولدات الكهربائية. وإن منع الدخول الوقود إلى مخيم يسبب في وقف جميع هذه المنظومات، وإن منع دخول الصهاريج الصرف الصحي يخلق كارثة صحية خطيرة لكافة سكان المخيم. هذا العمل الإجرامي من قبل لجنة القام برئاسة فالح الفياض وبطلب من النظام الخميني يمثل جريمة ضد إنسانية. وطلبنا في أسرع الوقت الممكن من اليونامي حكومة الأمريكية والأمم المتحدة مساعدة لرفع الحصار الجائر إلى سكان مخيم ليبرتي. في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي بسبب تصل إلى 50 درجة مئوية ارتفاع الحاد في درجة الحرارة في العراق، منعت القوات العراقية في البوابة الرابعة لمطار بغداد بأمر من فالح فياض دخول جميع الخدمات السيارات الخدمية بعمد دخول صهاريج الغازويل وعجلة محملة بالبنزين، صهاريج الصرف الصحي، العجلات محملة بالمواد الغذائية إلى مخيم ليبرتي بهدف مزايقة سكان ليبرتي. وقالت القوات العراقية في البوابة الرابعة إنهم تلقوا أوامر من الأمن برئاسة الفالح الفياض بأنه يمنع من اليوم فصاعداً دخول أي عجلة منها عجلات محملة بالوقود والمواد الغذائية والصرف الصحي إلى مخيم ليبرتي. وكل هذه الممارسات القمعية تأتي بالطلب من السفارة الإيرانية.